بسم الله. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل اسكادول فاضي. اروح هنا لفيو واقول له انا عايز اعمل اسكادول. مجرد ان انت تختار اي حاجه، وليكن مثلا وول، ممكن تيجي هنا تختار فيسز غلط، يعني هو شغل كله موجود في وركينج دروينج. لو خليته اي حاجه تانية خلاص هيطلع معاك فاضي، فاقول له اوكي. تمام، انا اخترت الحاجه اللي فيها شغل، انما لو انت اخترت اوتوماتيك هتطلع فاضي. انا عايز اجرب حاجه تانية. احنا يعني عندنا كذا طريقه تطلع بقى جدول فاضي، اللي هي اما تختار فيسنج غلط، لا اما هنعمل فلتر عجيب فهو اوتوماتيك هيخلي الشغل كله بفاضي. فهقول له مثلا عايز الفاميلي ان تايب، واقول له الفلتر بتاعك هخليها مثلا اي فلتر عجيب. طيب هقول له دلوقتي اوكي من غير ما اعمل فلتر، هتلاقيه عمل لي حصر للحوائط كلها. طيب لو انا عملت فلتر يبقى القيمة كلها هتطلع بايه؟ بصفر. اي فلتر انت عايزه، تمام. يعني لو قلت له ان الكوست مثلا بتساوي 13، خلاص الكوست كلها في زيرو، فهيطلع الجدول فاضي. دلوقتي ممكن تيجي هنا بقى وتقول له ايه، انا عايز ابدا انظم الجدول ده على مزاجي. يعني هتيجي هنا تقول له انا عايز اضيف خانات، تمام. بيقول لي عايز فوق ولا تحت، خليها تحت اهي. وتقدر دول برضو تضيف زي ما انت عايز بالشكل دوت، وتقدر تعمل لهم ميرج مع بعض تبقى فاضيه بالشكل دوت. وتقدر تيجي هنا تضيف صوره، على سبيل المثال تقدر تكتب اي حاجه انت عايزها هنا. وتقدر تعمل شيدنج، طبعا شيدنج ما بيظهرش هنا، بيظهر لما تبدا تحط في شيت. تمام، في بعض الحاجات ما بتظهرش هنا، يعني تيجي تغير مثلا هنا. على سبيل المثال لو جيت هنا وقلت له فورماتنج، وقلت له انا عايز الكلام دوت بدل ما هو هورزونتال انا عايزه فيرتيكال، تمام، ما بيتاثرش هنا، بس لما تبدا تحطه في الشيت يبدا يظهر معاك التعديلات اللي انت بتحطها.